أنت القرآن سمواً بين بني الإنسان ورضا من رب الرحمن تسو به كل الأكوان بشراك حافظة القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اسمي عبد القاوي فاطمة، متزوجة ولي بنتين، وسني يناهز 65 سنة أو 66، وحاملة لكتاب الله. بعبارات سلسة غمست فاطمة عبد القوي في قرارة نفسها وألقت في المجلس بقصة حياة روتها دون عناء، تطوي السنين والعقود في كلمات مختصرة حتى إذا فرغت من مرحلة دخلت أغوار أخرى، تتقن وصف الأشياء وتتقن التعبير عن ما يخالجها حتى تبدت الأحاسيس في بريق عينيها وهي تتحدث عن 6 عقود ونصف برضا ينقطع نظيره. عاشت فاطمة حياتها ببساطة من بيت العائلة إلى بيت تقوده كربة بيت، وبينهما أشياء تشغل بها الوقت وتملأ بها الفراغات. السر في المواصلة يكمن في قيمة الفاعلية. لا تريد فاطمة أن تكون سلبية في أي مرحلة من مراحل حياتها، بأناملها الموشومتين بسمات ماض طويل ترسم ملامح حب للقرآن كانت قبله قصص أخرى قوت عودها في الحياة. تزوجت صغيرة وبديت كان نتعلم الخياطة وخيط، خيط درت تريكو، درت الطرز، درت تريكو باليد ودرت تريكو بالماكينة، وخيط خياطة الكسوة، احنا عندنا في الوجدية الكسوة الوجدية، ودرت الطرز بعد هاد الماكينة صافي. وبقيت مع بناتي كنربي في البنات ومع راجلي كان رجل تعليم حتى هو، ودرت معاهم زعما حتى قرب يشد التقاعد. بقيت مع البنات كبروا وصافي، من كبروا البنات كانت عندي الوالدة مريضة والوالد ديالو مرض، ومن ماتوا صممت نمشي للقرآن. العلاقة القوية بين فاطمة عبد القوي والقرآن الكريم ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى سنوات الطفولة حينما كانت فاطمة تحت ظل جدها، كان يوصيها بقراءة وحفظ قصار الصور من القرآن الكريم، يعلمها ويحفظها ما استطاع إليه ملاذا. لم تكن فاطمة تعي طبيعة البذور التي يحاول الجد غرسها في كيانها الصغير، ولم يكن حينها نور آياته قد سطع ليلقي بظلاله الوارفة على حياة بأكملها. بحكم تقاليد المنطقة الشرقية والمناطق النائية والمناوئة للحواضر، كتب لفاطمة أن تزف إلى دار المسؤولية صغيرة السن، فما كان من حظها سوى تحصيل علمي توقف في السلك الإعدادي. سياقات في مثلها تنتهي كل الاهتمامات الشخصية لتضحي من أجل الآخرين، إلا أن فاطمة ستوجد للقرآن سبيلا بين مسؤوليات تكاثفت مع مرور الزمن، وهنا بدأت الحفظ بين يدي الشيخ. دار معايا مشيت عنده قلت له يا أستاذ بغيت غير نحفظ غير ياسين، هذيك هي ساعدني الله يرحمه، وحفظت ياسين. من حفظت ياسين بقيت زايدة حتى كملت الربع ديال ياسين كامل. من كملت الربع الأخير تاع ياسين عاودته وطلب مني الشيخ، قلت له واش نزيد زعما، قال لي زيدي. صافي زدت وبقيت ندير تومون باللوحة، نحفظ التومون الأول ونحفظ التومون الزاوج، من بعد نديرهم حزب ونعرضهم عليه. وهذه هي الطريقة باش حفظنا، باش حفظت حتى ختمت الختمة بعد الأولى ختمتها هكا معاه. خرجت فاطمة من جبة التوجس والتردد وبدأت معانقة حلم ظل يراود طفولتها وشبابها، حتى إذا أذنت الساعة وتهيأت الظروف تخلصت من بعض أتعاب الحياة اليومية لتفسح الطريق لوافد جديد.
مشروع حفظ القرآن الكريم. لم يتبقى سوى سنتين لتكمل عقدها الخامس، وبالحسابات الطبيعية امرأة في سن بدأت تعلن تقدمها وعلى مشارف عقد يسرح فيه بياض خصلات الشعر ويزحف الكسل على مختلف الأنشطة، فاطمة قررت أن تعاكس البديهيات وتبدأ مسيرة حفظ القرآن الكريم رغم مداهمة الكبر. كنت كبيرة ما لقيتش الاخر صعوبه في الحفظ، بصح لقيت صعوبه في القواعد. من لقيت بقيت كل خطره نقولها للفقيه الله يرحمه، في الاخير بقيت نشري كتب. من شريت الكتب بقيت كنعاون راسي بالكتب ونسال الاخوات اللي زعما كانوا ضابطات، حتى ديت الاخر حتى ديت زعما ديك الاخر تاع القواعد الحمد لله. وكان الزوج ديالي كيشري الكتب، اي كتاب اللي كان فيه القواعد كان زعما يشريه لي. صافي من شت راسي زعما درت في القواعد مزيان، طلبت من الشيخ الله يرحمه كان عاد حي، قلت له واش نقد نطوع استاذنا نعلم الاخوات. عطاني الاذن، بقى كيراقب زعما يراقبني من نكتب في اللوحه وهذا نكتب في السبوره. صافي وبقيت كنطوع ندير لهم الخميس في العشيه. تمكنت فاطمة من كسب الجولة الأولى في الطريق، وأخذت تفكر في اقتحام مرحلة ثانية لا تقل صعوبة عن الأولى، تكمن في نقل ما تحفظه وتتقنه من القرآن حفظا وقواعد إلى الوافدات على المساجد. حصلت فاطمة عبد القوي على إذن تدريس وتعليم النساء القرآن الكريم وقواعد القراءة الصحيحة، تنهل من جعبتها التي ظلت تستعين بالعلم من أفواه الشيوخ وبطون الكتب، حتى إذا اشتد عودها صار نقل النعمة التي تحسها إلى غيرها واجبا. ما هي الطريقة التي تنهجها فاطمة في التحفيظ؟ وما طبيعة الصعوبات التي تعترضها، خصوصا أنها تقتحم الميدان بتجربة ضعيفة في وسائل التواصل وطرق الإقناع؟ كندير الطريقه اللي قررنا بها الشيخ، اللوح السمق عندنا حنا عاد ما كان نديروهمش باش يجيبوا لا السمق لا هذا، كلشي عندنا في الجامع كيجيو تما المعهد كيكتبوا كيجيبوا لنا اللوحه كنقراوها عليهم ويقراو علينا عاوتاني ديك اللوحه هما. صافي باش يقراو القران قراءه سليمه. من بعد من نشوفوا البنت راها ولا المراه السيده راها زعما ضابطة كنا نعطوها نديروا لها القواعد. سمح الشيخ لفاطمة عبد القوي ببدء التحفيظ، لم تكن هذه سوى بداية أثقال الأمانة ستزداد مع مرض الشيخ، ما سيفرض مرور إدارة المعهد القرآني إلى فاطمة عبد القوي، امرأة أخذت على عاتقها عهد استكمال المعهد لمسيرته في تحفيظ القرآن الكريم وتوسيع قاعدة الحافظات والواعظات بالمنطقة. قبل وفاته تخرج على يدي الشيخ في المعهد 40 مستفيدة، توجه معظمهن إلى تأطير كواعظات في المساجد التابعة للمجلس العلمي المحلي وتحفيظ القرآن الكريم. عملت فاطمة لأزيد من 3 سنوات على مد المعهد بالجهود المطلوبة حتى تبقى أبوابه مفتوحة في وجه المستفيدات، ويستمر خيره في مد مختلف النساء بحقهن في حفظ القرآن الكريم وتعلم قواعده حتى ولو كن من دوائر الأميات. كيستوعبوا أشحال من أمية، قلت لك احنا عندنا أميات وختموا تما عندنا، ختموا القرآن تبارك الله، راه عندنا نماذج زعما نتاع الأميات خاتمين، واللي ما خاتماش قرأ ترى عندنا واحدة ما خاتماش وأمية، من تقرأ عليك بالقواعد وهذا ما تقوليش أمية. الحمد لله. دفعت المسؤولية على رأس معهد تحفيظ القرآن الكريم فاطمة إلى مزيد من الاجتهاد والمثابرة، فالأمر يتجاوز المسؤوليات السابقة. لم تعد فاطمة مسؤولة عن نفسها وما تحفظه من القرآن الكريم لكي تقدمه بين يدي الشيخ في مواعيد الاستظهار، بل يتجاوز ذلك إلى المسؤولية عن العديد من طالبات المعهد. يتوفر المعهد على مستويات مختلفة من النساء،
ويضم حرفا ومهنا ومجالات تعليم متنوعة، جعل من القرآن الكريم أولوية، أمر سيلقي بظلاله على حياة فاطمة. يعتبر بدء حفظ القرآن الكريم طارئا جديدا في حياة هذه السيدة، أدى إلى جعل المصاري ينعرج نحو مستجدات أخرى، يعد انعكاسها على الحافظات أحد البديهيات. فما الذي غيره القرآن من حياة فاطمة عبد القوي؟ كل شيء غيره فيه، غيره فيه بعد بعد كاع إلى ما كانش القلب ديالي سبحان اللي اطمئنيت، جاني واحد الاطمئنان، زعما ما بقيتش درك ما نقدش ما نمشيش للجامع ولا ما نقراش ولا نجلس ولا ما بقيتش حتى الخروج تقريبا باش نخرج بحال اللي كنت نمشي لهذا. اليوم لا، اليوم عندي الجامع والدار، الجامع والدار صافي، هذا الشيء اللي ختمت فاطمة القرآن الكريم مرة واحدة على يدي الشيخ الراحل، وبدأت مسيرة ختمة جديدة. حالت المسؤولية الكثيرة والمتعددة دون بلوغها بعد، الأمل والعزيمة والإرادة ثلاثية تعتمدها فاطمة للنجاح دون أن تستدير لتلك العقبات الكثيرة. تحملت أمانة المعهد بقوة وعملت على جعل تسيير شؤونه يخضع للمشاركة مع باقي الحافظات اللواتي ختمن القرآن الكريم. خلف هذه الصورة مؤثرات قوية، بعضها يرتبط بالجذور التربوية لهذه السيدة وأشياء أخرى ارتبطت بالمواقف. ظلت تخيط لفاطمة ملامح ما يجب أن يكون بالرغم من كل الصعوبات والمثبطات. دخلت اللي دخلت للمسجد صرت مرأة تناهز 70 عام، وصبتها كتقرأ في الكتاب، وقلتها لها قلت لها أنت الحجة واش قارية؟ قالت لي لا. قلت لها واش كتقراي؟ وكتقراي ياسين بعدا، كانت دايرة داك. قالت لي لا، أنا غير تعلمت درت محو الأمية وجيت نقرأ. هذيك المرة هي اللي زادتني على زعما الآخر، وما كنتش قدها في ذاك الوقت، وراها تبارك الله لحد الآن زعما راها تبارك الله. أما باش تقولي الكبير ولا الصغير، غير المشاكل اللي كي أما ما يكون عندك زعما العزيمة ما حتى حاجة ما تبطل. لم تنتهي الحكاية بعد، لا تأباه فاطمة عبد القوي لسباق السنين وطي العمر خلفها. تسعى إلى توسيع حفظها لترقيته إلى درجات الإتقان، الأمر الذي كان صعب المنال في تلك البدايات التي خلت صار اليوم أوهن وتستطيع التقدم بخطى ثابتة. إيمان فاطمة بتعديد الختمات سعيا لإتقان القرآن الكريم يدفعها إلى تحويل زوجها وأقاربها إلى سند قوي. عملية الاستظهار المستمرة ومحاولة تتبع الأخطاء وكشفها ومحاولة تجاوزها تجعل فاطمة تطمئن للتقدم نحو أمنيتها. الأمنية ديالي هي نحفظ القرآن حافظ متقن، ونطوع نحفظ به الأخوات ونعلمهم طريقة سليمة تاع القرآن إن شاء الله باش يقراوه.